هل يجوز للمرأة أن تفاتح الرجل وهل فوت المرأة عورة؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تفاتح الرجل الذي ليس محرما لها، لأنه صلى الله عليه وسلم لا مست يده إلى امرأة لا تحل له، وكان يبايع النساء بالكلام لا بالمصافحة، مما يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم مصافحة النساء الأجنبيات. قد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما في مصافحة المرأة الأجنبية من الفتنة، والشارع الحكيم جاء بسد الذرائع التي تهوي إلى حرام، ومن ذلك عدم مصافحة المرأة الأجنبية، لأن مصافحتها وسيلة للفتنة. وأما الكلام، كلام المرأة فيه تفصيل. الكلام الذي بقدر الحاجة، كلام المرأة للرجل إذا كان بقدر الحاجة فهذا لا بأس به، تكلم الرجل وتسأله عن حاجتها ويجيبها، بشرط أن لا يكون ذلك في حال خلوة بينهما، وأن تكون متحجبة أيضا. قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب، يعني فاتت من ثوب أو جدار أو باب أو غير ذلك، مما يستر المرأة عن الرجل الذي ليس من محارمها. أما إذا كان صوت المرأة فيه ترحيل، فيه تغنج، أو فيه مباسطة وممازحة، فهذا لا يجوز، لأنه فتنة، لأنه يطمع الرجل ويطمع الذي في قلبه مرض. قال الله سبحانه وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. والخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لنساء الأمة، إنما دل الدليل على اختصاص ذلك بهن دون غيرهن من نساء الأمة، وليس هناك دليل يدل على اختصاصهن بذلك، مع أن العلة التي من أجلها شرع هذا الحكم علة متعدية، لأن المقصود هو منع الفتنة ووسيلة الفتنة، وهذا موجود في بقية النساء. الكلام من المرأة إذا كان فيه تغنج أو ترخيم أو صوت شادة، أو كان فيه ضحك ومباسطة وممازحة، أو ما هو أشد من ذلك أو الرفث، فإن هذا حرام لا يجوز. جزاكم الله خيرا. إذا لصوت المرأة حالان: حال يكون فيه غير عورة، وحال يكون صوت المرأة فيه عورة. على كل حال، مهما أمكن المرأة أن تتحفظ ولا تكلم الرجل إلا بقدر الحاجة، فهذا أمر مطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى شرع للمرأة في حالة الإحرام أن تلبي وأن تخفض صوتها، يقول أنه شرع للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وكذلك في حالة الصلاة في المسجد، إذا نادى الإمام شيء في صلاته، قال صلى الله عليه وسلم: إذا نادكم شيء في صلاتكم فتسبح الرجال وتصفق النساء. فلم يسع للنساء التسبيح، لأن ذلك يسمع الرجال أصواتهن، دل على أنه مطلوب من المرأة أن تغض الصوت وأن تخفض صوتها، ولا تكلم الرجال أو تسمع الرجال صوتها إلا بقدر الحاجة وبكلام عادي لا يثير الشعور. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.